طيب شنو صار بهذا الملف؟ لا حل إلا بس بتعويض ذويهم. طيب أكو عمل على موضوع تعويض ذويهم لو شنو؟ يمكن لو نغير اسمهم ونصرح الناس بحقيقتهم. المغيبين المختفين قسريا نقول؟ ممكن نسميهم المغدوري. المغدوري طيب. أو الاسم الصحيح عليهم هم المغدورين. المغدورين فارقوا الحياة. الحمد لله خرب الله ولا عدل يجيبوا لي أنا أشوفه. أي أنا ميت هم يجيبوا لي، قالوا نوبة، قالوا أنا ميت نجيب ولا عدل نجيبه. وين ألقاه يا رب؟ عدمن يا الله. ما يقدرون يقولون هاي، حتى الأطفال ما يقدرون يقولوا هاي وين راحوا أهلهم، ما يقدرون يدورون عليهم، بس قاعدين هناك وقاعدين على الكراسي وها هي متمددين ومتاحين. هسه احنا ما نندلوان، نريد من الحكومة نريدها، وما سجنا 11 واحد بس من عندنا خذوا، ما ندري وين خذوهم. هسه انا اريد اشتري هدوم للمدرسة، ما عندي، حتى المدرسة ما يسجلون الا ابويا هنا، ابويا بسجن. نشوف باسكين، نشوف طارش، نقول جمي والله لك الله ومان الله، قاعدة كل النهار وأحسب أقول يجون. جثث مالهم وينه؟ ينطينا يقول هاتني نسوان المفقودين ذولا زلمت. والجبر على الله. احنا عوائل مقيبين بالصقلاوية، من يقول الزلم ماكو ميتين خلي ينطونا جثث من عندهم، ينطونا اياهم جثثهم، ويعود بذيك الساعة يسوونا تعويض للجهال، تعويض مثل رواتب، مثل تعويضهم هم اللي راحهم. شنو مصير استعانة جهاش؟ احنا شنو مصير جهاننا؟ كان استحى على نفس الحلبوسي خير ما جايب له مطرب بالرمادي يدق ويرقص وياه. كان قال هذول عوائل مفقودين، شنو المقيبين؟ شنو عوائل المقيبين؟ بس اني مو هو قال ميتين، احنا نريد جثثهم. طيبين نريد ظلمنا، هو ما خدم ظلمنا حكومتنا. شيوخنا وحكومتنا ناس باعتهم الناس، باعوهم ليران، هم وحنان الفتلاوي وتآمرهم، باعوهم بمريالات، تا يروحون يشترون بيهن عماير، الحلبوسي ويحيى وجاسم عسل وقيره وقيره. احنا نريد ظلمنا.
من عندهم زلمنا نريدهم، اي باعوهم لايران، زلمنا انباعت لايران، ساعه يقولون بجرف الصخر، ساعه ذاك يوم وصلتنا معلومه قالوا بالمطار، طالع زلم من عندهم مشترين هم شرايه، زلم من عندهم بالمطار قالوا اكثر من 30 سجين 1300 مسجين قالوا مفقودين شو اسمه بالمطار، احنا نداعب زلمنا قالوا بالمطار جابوهم من جرف الصخر حطوهم بالمطار، احنا نريد زلمنا من عندهم ونريدهم عدلين ما نريدهم ميتين، اذا ميتين هم اللي قتلوهم. محمد الحلبوسي ليش يقول مقدورين؟ ليش يقول ميتين؟ احنا ليش قبل الانتخابات ما قالوا لنا تريدون ننتخبهم؟ بعد ماكو اي انتخاب لهم، احنا عوائل المقيبين بعد من الجاهل للكبير بعد ما حد ينتخبه. احنا مو يقول مقدورين زلمنا، احنا نريد زلمنا عدلين منا. ومكان ما يروحون يجيبون مطربين وقيره وقيره، كان داعب زلمنا، كان استحى على نفسه. داعب ولد المفقودين ثلاثه. الحلبوس يقول مغدورين. الا هم مغدورين، الا هم ميتين طنا جثتنا، الا هم طيبين طلعونا اياهم. والله تبهذلنا، والله ما عشت الظلم عايشين. عندهم اطفال. ما احنا حوب الامهات. والله الله عليكم اريدكم. شوفون الشارع ثلاث ولد ثلاثة، لا أنا على ولد ثلاثة، أي ولد ثلاثة. الحلبوس يقول مغدورين، طيبين يقولون، ميتين يقولون. والله تبهذلنا، والله عندهم أطفال. حرفت الأم وين تروح والأطفال وين تروح؟ أين ندحق؟ ندحق عليكم على الله. والله مدار أطفال ومدارس، والله ما عدنا، لا ما عدنا نجيب لهم هدوم، ما عدنا نجيب لهم مصرف ملابس كتب مقلام، حال تشلب حالنا. والله والله مريضين، والله أنا مريضة بيا سكر وما عندي أروح للطبيب، والله ما عندي أروح للطبيب وأنا بيا سكر. إيه والله الله عليكم، علي ما ندحق عليكم، على الله عليكم. شوفونا تشارع خمون ضل هاي 7 سنين وينهم؟ وين ودوهم؟ يعني حكومة داعبيهم بعد عش حاطين حكومة، حكومة عش حاطيها، ما يضحكون علينا. شنو ذنبنا احنا؟ ما عندي فلوس اروح للطبيب. والله وهاي الجهال، شوف هالجهال، هاي تيد مدارس، تيد ملابس، تيد كتب. والله حالي وعدنا هسه اولاد نسوي عملية، عملية رجيها اثنينهم. والله لو ما الله والمنظمات احنا ما عشنا هيك. عش حاطين الحكومة، حكومة داعب ولدنا، وين ودوهم؟ وين جابوها 9 سنين؟ شنو ذنبنا احنا؟ ضحك على الحكومة العراقية، على الله وعليهم. يعني ما انكسر قلبهم علينا؟ شنو ذنبنا؟ حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. على خلي ولاداتنا خلانا هيك يعني. طيبين نريدهم، ميتين نريدهم. يوم يقول مغدورين، ليش من اول فال ما قال لنا مغدورين؟ هي ما هي بينا تجي طارش نقول جمي الراح شي جمي، ناكل اللقمه والله ولدنا محبسين. وكل ما نروح نقعد بالمجلس يقول عين عيونك محمد الحلبوسي ويحيى القاضي، لا عاد قدر بينا. وخلى هالاطفال هاي تدحكها، شوف ايش كثرها لقمه الخبز ما يقدرون عليها. ويحيى القاضي كاشخ، وينك يا عمان ومدري وين؟ لعد ما يطلع ويشوف احوالها شو اسمه العوائل الدايحه. ايه ميتين الريز زلمنا، طيبين الريز زلمنا. والحلبوسي همينا، لعد كل ساعه ما اخذنا تعالي نقعدن بالمجلس، ولا بين لنا هاي اللي يقول واحد والله عين عيونكن يا هالنسوان، وسوين معاملات، وكل درهم اللي نلزمه قاعد ننطيه للمعاملات. قال الوطني وقال الحرس الوطني وقال ما ادري شنو وقال كلها شلعت قلوبنا. اي من جينا من المخيم الي هاي ساعة الله ما خلينا على هاي اللي يقول، لا منطينا رواتب وقايلين والله عين عيونكن نريد ندحج على هالاطفال هاي الدايحه. ولا زلمنا بينوها قالم
والله هذول الزلم ماتوا بأي مكان، تعالين يا هالنساوين شوفن المقبرة الفلانية، بس يطلع مقابر ويرد جسدها، عيب علي وخزي. محمد الحلبوسي والله يحيى القاضي والله هذا السوداني والله كلها عيب عليهم، كل واحد قاعد على كرسي ويقول آني وآني، لعد يوم الجرف الصخر ما يقدرون يطبونه، لعد وين يطبون؟ ما طول هاي الحكومة لعد علي شي عيبون على صدام حسين، شو تقول لي؟ لعد يوم لعد علي صار رئيس يوم ما يطب جرف الصخر، شو تقول لي؟ علي صار رئيس كان قال والله أنا ما أقدر للحكم، خلي ما حد يجي قاري يشوف هالحكم هذا، مو صدق؟ علي شال عقلوبنا أو عيوننا عالدرب، أياه اللي يطلع وأياه اللي يخش لك الله ومان الله، يجي المغرب يجي علينا ضيم وهذا إلك الله وإمان الله. وقت الانتخابات يريدوننا يقول مغدورين، وين يدري بيهم مغدورين يجيب لنا الجنائز مالتهم، يوم يدري بيهم مغدورين يجيب الجنائز كل من يذبها لأهله، ما طول يدري الحلبوسي مغدورين، يحيى القاضي يدري بيهم مغدورين يجيب الجنائز يقول يا نسوان اطلع لهم من زلمكن، مو هيجي؟ علي شال عقلوبنا وكل النهار عيوننا هاي اللي يقول قمنا ما نقدر حتى نشوف ثياب العالي، أنا ما نقدر نشيلها، أقعد بالطر ما أتنطرهم يقول محمد الحلبوسي مغدورين، نقعد بالطر ميتان تذكرهم نقول والله سيجونا على قفلة، ومحمد الحلبوسي يقول مغدورين ينطي خطاب وينهم يوم المغدورين ينطونا إياهم يجيبهم وينطينا إياهم، علي أشضامهم جثث مالهم وينه ينطينا يقول هاتن يا نسوان المفقودين ذولا زلمتي. يقولون يعني ميتين على شنو يقولون لنا ميتين؟ انا داعي بذلمنا من عندهم 13 مفقود من عندنا راح، انا اريد ذلمنا من عنده من الحلبوسي من يحيى القاضي من اي واحد من الحكومه العراقيه، انا داعي بذلمنا، هم تلقونا 3/6/2016 هم تلقونا، انا اريد ذلمنا من عندهم، تلقونا حنان الفتلاوي تلقتنا من مجموعه المجموعه وكلكم تلقونا، مصيرهم الحشد اخذهم زلمنا احنا، جمعوهم بالشهداء مال الصقلاوي، عزموا النسوان واحد والزلم واحد، من ذاك يوم وهذا يوم من 3/2016/3/6 يحيى القاضي مو قاعد يمشي وياهم، ايش حكومتنا باعتهم؟ حكومه باعتهم وين باعتهم؟ باعتهم الحنان الفتلاوي، هم اللي باعوهم زلمنا. ذاك اليوم مدونا الفلوجة مؤتمر قال معمود المفقودين أبو محمد الحلبوسي والحلبوسي، رحنا المؤتمر وقالم هذا ولين جايبين أحمد أبو الطيب المطربين والشعراء، إحنا جاي رايحين نتونس ورايحين نداعب زلمنا، عيب عليهم خلي يستحون على نفسهم شوية، زلمنا ناخذهم من عندهم، إحنا نريد زلمنا، مالي نسكت بعد، إحنا عشنا إتامة هم جهنة تعيش إتامة؟ هم جهنة تعيش التامة؟ خلي باعين عين حد حكومة عراقية، أخير ما كل واحد قاعد على كرسي يدور الحكم إلي، أي يقولون مقدورين بداش مقدورين، زلمنا راح حيين، إحنا نريد زلمنا حيين، زلمنا لا راح ميتين، ميتين كان قالوا لنا ميتين، أريد جثثهم، أريد جثثهم من ميتين، أريد جثثهم مو ماتهم، سلمونا جثثهم، أريد جثثهم إحنا، مو يقولون ما ندري، لا هم يدرون، هم اللي كتلوهم عجل، هم اللي كتلوهم على شنو هم يعني؟ هم يكتلون بيهم احنا نظل؟ لا احنا نريد زلمنا من عندهم، انا احملهم مسؤوليه، احملهم مسؤوليه حتى جهالي.
جهانة ذولا ظلت الدقدق على شنو مصير جهانة. لا نقدر على الدراسة مالتهم، لا نقدر يعني الدكتور، لا نقدر الشيء، ترى عيب عليهم حكومتنا العراقية. قضوها يشترون بيوت وعماير وقيرة، حلبوس وجاسم عسل، قضوها يشترون بيوت. احنا نحمل السياسيين بقدرتهم، مو يقولون مقدورين؟ لا مو مقدورين زلمنا. وأداعي بحكومتنا اللي هسه ظلت الفاشلة، أداعي بيهم، احنا نريد زلمنا من عندهم. عايشين بالضيم يتنشد علينا، خلف الله على الصديق اللي عرفنا وخلف الله على المنظمات. والله ما دق باب بحده الحلبوسي وجاب لها، ولا يحيى الغازي دق باب بحده وجاب لها. الحمد لله خليهم يفيدهم مالهم وشيتهم، بس يومين تصير الانتخابات يجون علينا. وفلانة تعاي اليوم المجلس مال الحلبوسي قاعد، نروح فوق ما عندنا الدرهم نحطه كراوي ونجي. يوم المقدورين ليش يوم ياخذنا للمجلس ويقوم انا عيني عيونكن وانا القاهم وانا اسويكن؟ لعد كان طلعهم وقال ان عيني عيونكن. لعد يوم المقدورين ينطينا زلمنا، ينطينا زلمنا، يقول لنا مصيرهم وين؟ باحهم ميتين، ينطينا اياهم الحلبوسي ما طول يدري بيهم مقدورين. نشوف باسكين، نشوف طارش، نقول جمي والله لك الله ومان الله. قاعده كل النهار واحسب اقول يجون. عشرة راح والجبر على الله. رسالة البطلالة يعني زاد 13 سلمة والحمد لله والشكر. ما حد ما ظل غير المخبط إلك الله ومان الله. أو يحيى القاضي يضرب بيها، أو محمد الحلبوسي يضرب بيها، يجي يشوف حالها العوائل هاي، يجي يشوف حال العوائل هاي اللي مسخمة وملطمة. اندحج عود عطارش اللي يجي تاين طجيهين. إلك الله ومان الله.